دابا المشكل اللي كاين في هذا السوق هو 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 ان هاد الناس هادو ناضوا باغين يديروا واحد الحمله هكا مباشره باش يجريوا على الفراشه، والفراشه هما ساهلين مع الفراشه واحد القانون واحد الوثيقه بعون قضائي كتقول على انهم هاد الفراشه ما يتحولوا من بلايصهم وما يتهزوا من جنبات السوق الى ما كانت لهم تعويضات ديالهم، وهاد التعويضات تتكون بالوثائق ماشي تعويضات عشوائيه غير بالهضره. وهاد الناس هادو اللي كيقولوا على انهم هما اصحاب الجمعيه ديال السوق ومتكونين في السوق، وهذه راه حنا اللي اسسناهم الاولين، وحنا اللي عطيناهم البادره، وحنا اللي ورينا لهم الطريق كيفاش يدخلوا ويخرجوا، وباعوا وشراوا في عباد الله لداخل، لدرجه على انهم شدوا حانوت لواحد زايد، وعاد عندهم الحوانت هما زايدين، وشدوا حانوت لواحد من عند المخزن من عند السلطه. لا يعقل تبيع وتشري في الدرويش باش يدخل بالكرا، ما يمكنش يدخل في الدرويش بالكرا، شو ما يخلص الكرا انسان ما عندوش ما تيصورش حتى 400، الا هضرتي عليهم دركا تصيبوا المخير فيهم الخضره عنده 3 ايام ولا 4 ايام وهي يابسه فوق الطبله، باش يخلص هذا الكرا اللي هذا القرار اللي حطوه هما، وتزيد تيشوه بالسمعه ديال الفراشه. كيف كنت؟ اش كنت انت في الاول؟ شكون انت في الاول كنتي؟ ومنين جيتي؟ خصك تحاول تراجع الوقت الاوراق ديالك الاخ، وتقول بانه الفراشه لا تسمح لي واحد النقطه اللي هي مهمه، وتقول بان الفراشه تيبيعوا الحشيش وتيبيعوا القرقوبي وتيكميو كذا وكاينين الشبكاره وكاينين هادي، الا كتعرف شي حد خرج ليه مباشره وجبدوا لينا، ما تشوهش السمعه ديال السوق وتشوه السمعه ديال الناس اللي كاينين الناس اللي هما واعيين وقاريين وفاهمين، وكاينين الناس اللي ما لقاوش فين يمشيو يخدموا. ولا يعقل على انه كون كان لقى الانسان فين يمشي يخدم، او لا كانت هناك السلطه موجده ليه الارضيه فين يمشي يخدم، ما تلقاش مفرش في الزنقه، والله لا لقيت المخير فيهم هنا مفرش، اعطيه غير 100 درهم في النهار يمشي يخدم. هاد الجلسات اللي كاينين هنايا هما ما يزيد اللي كنعقل انا، وملي كنت انا في الجمعيه كانت شي 636 بلاصه. كيف يعقل على انه الجنبات ديال السوق قال لك بغا يديروهم جرده؟ وما يمكنش، هما دايرين على حساب 3 متر ب3 باش يكونوا الزيادات من هنا لقدام، لانه النهار اللي غادي تكون تحيدوا الفراشه ويحيدوا هذا الشيء بغات تكون زياده، كون على يقين غادي تكون زياده في الحوانت، وتدركا كاينين الحوانت زايدين. الا بغاو يديروا معنا تحريات حنا راه ما كنخافوش، راه المخزن علينا وعليهم، خصو يعاونوا الدرويش، راه ما كنقولوش لهم شي حاجه اخرى، راه ماشي هما شدوا حانوت لواحد زايد وشدوا الفلوس وباعوا وشراوا في عباد الله وتيقولوا لهم 80,000 ريال وفي الاخر تخلص، وانت مجلج ومقصص وكل شيء وتخلص الكرا، وما يمكنش اعطيني الطوبات ونعاود نخلص انا الكرا، منين جبتي انت هذا الشيء؟ وفي الاخر تهلك الفراشه تقول لهم حيدوا الزبل نشطبوه، هاد الناس هادو زبل. وكنشكركم هذا المنبر هذا وكنشكروا هذه الاذاعه هذه. اسيدي هذه الدراري ولادي راه كبروا في هذا السوق. هذه الدراري راه كنا تيهربوا ليا من المدرسه وتيجيو لهذا السوق، باقي ما كاين حتى حد. باقي تيحطوا حتى الجامع القديم تاع السوق القديم. نهار حولهم لاكراد. نهار جاو تاني عطوهم هنايا. كبروا في هذا السوق. نهار بغيت تحول السوق هذه الدراري عياو كبروا. هما اللي هازيني وهازين باهم انت لدرجه داو من داك السوق تاع اللي هي اللي فاش كانوا داو من داك بالرضا قسموا لي كابيل الماء والضو ما تلقاوش باش نخلصوه الدواء الا مرض شي واحد ما تلقاوش. هاد الدراري هما اللي هازينا وهازين وليداتهم وكبروا في هاد السوق، وهما اللي قالوا ليهم الا بغيتو تبدلوا الحرفه بدلوها، ما استفدوش قالوا لهم غادي نعطوكم تصيصه وما استفدوش. نهار فرقوا الخضاره ما علموهمش، نهار تيجيو اسيدي فاش بيعطيو الحوانت تيجيو تيقول لهم سيرو حتى ندوزو هما الالتزامات، تندوزو الناس اللي شاريين، مين جا دوزو هادوك الناس وفرقوا عطاو من بغاو فضوا سالا، نهار سو اسيدي المجلس البلدي تدوهم قال لهم إلا ما مشيتو عاد نسيفطوكم للحبس. واش واحد الانسان كبر في واحد الميدان وطيطل بحقه وعنده شهاده اداريه وبيصيفطوه للحبس؟ هاد الشيء راه لا يعقل. هاد الشيء راه لا يعقل اسيدي، وحنا الله يجعل البركه في جلاله الملك، والله يجعل البركه في الدوله العلويه هي باش متعنيين، وتا شي واحد ما يعطينا شي حاجه من جيبو. هاد الشيء ديال الدوله وهاد الناس تصرفوا فيه كيبغاو وداروا فيه كيبغاو، وحنا راه تنشكيو بيوم الله تبارك وتعالى، راه كرفصونا كرفصوا لي ولادي جوج وعندهم وليداتهم، والله يجعل البركه في جلاله الملك.
الله يجعل البركه بجلاله الملك والحكومه العلويه. هذا الشيء اللي بغيت نقول لك اسيدي، راه تكرسنا وعاش الملك الله يطول لنا عمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بغيت نقول على المجلس الجماعي كاننا حرفيين القدام اللي كاينين هنا، ما تصنتوا لنا ما استمعوا لنا هاد الناس، هاد الناس تقووا عنا في الجمعيه، قلنا لهم عليهم كل ما يهمهم، اللي معني بالامر ودلينا ليه به قال لكم سيروا دعوني، هاد الشيء انا ماشي شغلي، انتم ما ولا السوق عندكم استسنوا جات مع الجمعيه، سيروا منكم الجمعيه، سيروا في حالاتكم، ما عندي ما نعطيكم، روحوا دعوني. 4000 درهم نعمس، وكاينه خروقات قديمه مع هذه الجمعيه دارت بيا وقانونيه، ونشطوهم فيا كيف بغاو، تلعبوا بيا وبالناس جميع جاو السوق اللي كانوا قدام اللي ما بقاوش كثار، وكاينين القليل اللي صمتات ما بقاش قدرات تهضر على حقها، وعطوا هاد 4000 درهم وما بغاوش يهتموا بهاد 4000 درهم، جمعوا 240 مليون ولا 280 مليون نعمس من الفقراء، عطوها الناس اللي شرات ولا اللي بعت، وناس تنعزعات وترمات للشانطين عمس تقريبا. انا كل الله اعلم 3 4 5 اللي بقاو هنا دروك حاليا، وكاين ناس قدام شي 72 واحد كانت معنا هنا ولاو قواو بها المكان داروا، دابا 4000 خلق كاينه هنا بيعطيوها للسواق، لانه نهاو على هذا السوق، الناس القدام اللي كانوا فيه رموهم الشانطين عمس باش يخرجوا على هذا المجتمع. الطلب ديالنا نعمس دي بينا شي مسؤول، الناس مسؤولين يشوفوا شي اطلاله على هذا المكان ويدخلوا ويحققوا في هذا الدوسي ديال هذا المشروع بالضبط على هذا الشيء اللي تدار فيه. هادو ناس بقاو قلال ما قدوش على هاد الناس اللي عدوان منهم داروهم مع الحرفيين القدام ديالهم، شي نصرو اللي عطاهم وبيكا واللي ما عطاش نعم سيدي راه مرمي في الشانتي مع الناس اللي كانت هنا من الاقاليل ديال الدراري ولاد الحومه 72 واحد او 100 خلق، تا ولينا نتفاجئوا بالالافات ديال البشر بات المحلات.